يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فما المقصود بالرحم هنا؟ وهل زيارة الأخت لأخيها واجبة والعكس؟ وهل يأتم الطرف الآخر إن لم يزرها أو تزره؟ وهل هو رحم لها أم أنها هي رحم له؟ جزاكم الله خيرا. الرحم هو القرابة، الذي بينك وبينه قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء هم رحمك، كآبائك وأجدادك وأعمامك وعماتك وإن علوا، وأخوالك وخالاتك، وكذلك أخوتك وأخواتك، وكل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك، فإنه يكون قرابة لك وذو رحم منك، وكذلك أولادك وأولاد أولادك من الذكور والإناث مهما نزلوا، فإنهم من أولى قراباتك، فإن أولى القرابات عمود النسب، وهم الوالدان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، وكذلك بقية الحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، وأولاد الإخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات كلهم من قرابات ولهم حق عليه، لأن حق الرحم ذكره الله ضمن الحقوق الواجبة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حقه وحق الوالدين: وأعبدوا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وآتي ذي القربى حقه. وقد توعد الله سبحانه وتعالى قاطع الرحم باللعنة، قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالعقوق من الكبائر، وكذلك قطيعة الرحم من الكبائر. واجب على المسلم أن يصل رحمه حتى وإن قطعته، فإنه جاء في الحديث أن الصلة ليست مقصورة على المكافأة، إن أحسنوا إليك أحسنت إليهم، لا، الصلة واجبة عليه حتى ولو أساءوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل رحمك وإن قطعوك، فأنت تؤدي الواجب الذي عليك ويكون إثمهم على أنفسهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا يكون الرحم متبادل بينهما؟ نعم، الحق متبادل بينهم. نعم. الأخت تزور أخاها والأخ يزور أخته أخته وهكذا. هذا من باب أولى، الأخوة والأخوات بعد يأتي ترتيبهم بعد عمودي النسمة. جزاكم الله خيرا.